السلام عليكم أصدقائي صديقاتي محبي الفن فرحان. نحن الآن نتواجد بزيارة سياحية إلى مدينة بالي، المدينة الهادئة والمدينة الجميلة التي تحتوي على عدة مآثر تاريخية يرجع عهدها إلى عهد الرومان، حيث الرومان استقروا هنا وجعلوا هنا في مدينة بالي سكنة معروفة تسمى سكنة رومانيا باسم روماني، يعني تكنت سيغوندا. وهذه يعني التكنه أخذت اسمها لعائلات من أسر بهليلية تسمى شكوندا. نحن الآن نتواجد هنا في عين الكبير. هذا عين الكبير هي معلمة تاريخية يرجع العهد إلى قديم الزمن. يوجد بها ماء عذب، ماء صافي، وهو ماء يشفي عدة أمراض من ضمنها داء الجدري والدمامال وعدة أمراض، يعني الماء يعالج عدة أمراض. كما نرى هنا في البهالي نرى بعض الكهوف، وهذه الكهوف أقيمت بنايات فوقها لأن الأصل ديال مدينة البهالي هما الكهوف.